دي طايرة يا ولا. طايرة يا خالتي؟ انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا اتكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني هرجو عليك المية. ايوه انزل روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونه، انت حته اخوك حته، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالتي اما اشوف اخرتها. اخرتها عطينا عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. لا عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني هاتيلي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة اوسر اب ايه ده؟ كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا شغل. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي ياسمين ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي اكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو وري الزعود. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بشوف خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة بس تقاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بصوا انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره، كده زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي، نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبانه وببلاوي. ايوه ببلاوي ابوه. شايفاهم قدامهم؟ ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه؟ ترزي حريمي.
ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصه؟ بلاش دول قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحدة اسمها الخالة نوسة. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم دي ست واصلة قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصية وانت وشك فيه حاجات كتيرة جدا لازم تبان. تبان ايه ونيلة ايه؟ انا هيقوم عليها انا مفطرتش وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلتلك اعمل لي تمثال كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز اوعى تبوظه وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه مش عايزين غلطه ابوس ايديكم. عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده من اولها هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه مغمضه؟ Attention, elle veut tour, veut tour, veut tour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, j'ai soin. Attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان. ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولادي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم قوم عمتك ماتت. ايه عمتك ماتت تاني؟ ايوه قوم يلا فوجا قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميتة. يلا مش تستنى احكي لك على اللي حصل. عندي زفة لازم الحقها. يلا ابويا مين؟ بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفلة. بسرعة ابويا مين؟ بسرعة اوعى غور. لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت الماس هيموتني. هتحرق ما تشيلش هم. دي ست واصلة قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200